هم سند لهم. بن شريفه في توزيع في القائم الثاني، راسي تعوديه والحارس عسلام مليك في استقبال الكره، تعود ترجع لعبد الملك جاي ممتازه لشبيب القبل، انطلاقه ثلاث لاعبين حط كره ممتازه 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 جانبيه في الشبكه الصغيره، اول كره واول خطوره توزيع، فرصه فتح مجال التهديف ضاعت على شبيب القبل. ولا ريال بن فريال والعارضة وكاد ديراباس يخادع حارس، مرة أخرى ضعت من مانوتشي، ما فيش وضعية تسلل، حذري انطلق بولعويدات، انطلق بولعويدات، بولعويدات انطلق، راوغ بولعويدات، يسجل بولعويدات، انطلق راوغ وسجل، وسجل الهدف في الوقت البدل الضائع بولعويدات، وأول هدف يسجله بولعويدات أمام فريق السابق شباب قسنطينة. واحد ولكن في ثم الانطلاق هنا، نعم. بولعويدات هل كان في وضعية تسلل أم لا؟ المهم أن الحكم من الثاني كان يراقب بولعويدات راوغ الحارس وسجل هدف الفوز إن صح التعبير، لأن الأمور نقدر نقول حسمت. إذن هدف الفوز لشبيبة القبائل الذي يفعلها للموسم الثاني على التوالي، حتى أن الموسم الماضي